ماما اجت؟ ايه جوا. وين حبايب قلبي؟ حبيبتي ماما يا روحي. اشتقت لك كثير. وانا كمان اشتقت لك. ماجد ليش ما سلمت؟ شو لا؟ لا تكون ما اشتقت لي. اليوم مجد معذور. وشو عذره؟ فيكن شي غريب انتو، شو صاير؟ ماجد انت منيح؟ شو؟ اجا البابا لعنا. كيف؟ على شو عم تدوري؟ ما عم لاقي محاضرات مبارح. عطيتيني اياهم ليكن. يسلموا. انت منيحة؟ متأكدة؟ رح اعطي هدول للسكرتارية وارجع. الو نعم؟ فورا استاذ. راجعة. عفوا. فوتي لك عادي لأشوف كيفك. ماشي الحال. دراستك ماشي منيح؟ كله بفضلكم. في خبر إلك، إجانا ملاك معيدين وفي امتحان. شبك عم بعطيكي خبر حلو، انت اول مرشحين. تسلم استاذ. بس الفحص بعد اسبوعين، اذا بدك واسطة لا تحلمي. اعطيكي اجازة، روحي ادرسي. استاذ قولي. ما بقدر شارك. شو؟ انا راجعة لإزمير. مرة الماما بحقل الألغام، ثاني يوم اخبار الجرايد، بعدين بيطلع لنا بابا فجأة وبنفس اليوم تخبرينا انك بدك تتزوجي. شو كلكم اتفقتوا علينا وبدكم تجننونا يعني؟ لكي مروة ماشي معك حق، بس ما فيها بس، مو شايفة حالته لمجد طول اليوم ما فتحت امه. نطلع من صدمة لنفوت بالتانية. توقيتك كتير رائع ماما. مروة مجد ابني معقول اتمنى لكم التعاسي؟ بعدين انا ما بعمل شيء يزعجكم، ما بقدر. امي ماما انا رح جن، شو بدي اعمل؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك، ما بعرف. هلا ابوهم شو عم بيحاول يعمل؟ بالاول لازم تعرفي امهم شو عم بتحاول تعمل. الو نعم. مرحبا الف. بهجت؟ مانك نسياني صوتك. في اصوات مستحيل انساها. اخذت رقمك من مروه، قالت انك جايه. وصلتي على اسطنبول؟ اي نعم. ممكن نشوف بعض؟ قربتي